وللاطلاع ينضم إلينا من لندن وجدان عبد الرحمن قيادي في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي. أهلا بك أستاذ وجدان. أهلا وسهلا، حياك الله. اليوم تجتمع الدول الموقعة على الاتفاق النووي باستثناء أمريكا في فيينا، وسبق هذا الاجتماع كما تعلم لقاء آخر منذ شهر تقريبا ولم يحرز أي تقدم حينها. باعتقادك هل سيكون هناك أي تقدم خلال مفاوضات اليوم مع أخذ الاعتبار التطورات السريعة في مياه الخليج؟ أولا، اجتماع اليوم سوف لن ينقذ المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها إيران، وسبق وكان هناك اجتماع أيضا، لكن الصوت واضح؟ نعم أستاذ وجدان، تفضل. أوكي، نعم، فالاجتماع السابق أيضا لم ينجز أي شيء، لأن المشكلة الأساسية هي في إيران. الاجتماع السابق لم تكن الأزمة بحجم ما هو اليوم، ولذلك لا يستطيع هذا الاجتماع حل المشكلة الإيرانية، لأن إيران مشكلتها ليس مع الدول الأوروبية، لأن الدول الأوروبية هي المستنفعة من العلاقات ما بين إيران والحفاظ على الاتفاقية النووية. المشكلة الأساسية التي يجب إيران أن تقوم بها حل مشكلتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والدول المتضررة من إيران. إيران إذا كانت بالفعل هي جادة لحل موضوع الاقتصاد والأزمة التي تعاني منها، عليها في البداية أن تكون صادقة بنواياها لهذه المفاوضات. غير ذلك، اجتماع في أن هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة، وأيضا حتى أن تكون هناك اجتماعات مستقبلية، سوف لن تحل المشكلة الإيرانية. إيران بدت هي من تؤزم في الأمور، تريد أن أستاذ وجدان، أنت تقول لن تحل هذه المشكلة الإيرانية ولن ينجح اجتماع اليوم، إذا لماذا هذه الاجتماعات؟ يعني هل يهدف فقط هو لمنع التصعيد أكثر مما هو عليه مع التوصل لأرضية مشتركة في المرحلة المقبلة، وهل هذا أقصى ما يرجو إليه المجتمعون؟ بكل تأكيد، لأن إيران بدأت تزيد من التصعيد، ولذلك أوروبا تحاول أن تهدي الأمور إلى ما يمكن العمل عليه، لكن هذا التصعيد سوف لن يكف، لأن إيران في الوقت الذي أتت للتفاوض مع الحلفاء الأوروبيين هي اليوم أعلن علي أكبر صالحي وسبق، وهو كان لإيران العمل في مفاعل أراك للمياه الثقيلة. نعم. إيران من جانب تقوم بعدم الالتزام بالاتفاقية النووية، ومن جانب آخر تريد الحفاظ عليها، وهذا أمران متناقضان لا يمكن ينتج لإيران شيئا سوى أن يعقد الأمر. أشكرك جزيل الشكر القيادي في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي وجدان عبد الرحمن، كنت معنا مباشرة من لندن.